طيب زي ما عودتكم يعني نروح مع بعض نشوف يعني دلوقتي كمان جدول ترتيب او نتائج ترتيب او نتائج الجوله الثالثه من الدوري المصري. زد والتعادل 3-3 مع بلديه المحله. سموحه بيفوز على المقاولين العرب 2-1، اتحاد السكندري يتعادل 2-2 مع الجونه، فاركو بنفس النتيجه مع سيراميكا كليوباترا. طلائع الجيش وهزيمة من مودرن فيوتشر 2-0 وفوز المصري على الداخلية 3-1، كذلك فوز الزمالك على البنك الأهلي 2-1 وفوز النادي الأهلي على الإسماعيلي 3-1، وبيراميدز بيفوز على إم بي 1-0. نشوف لترتيب جدول بعد الجولة الثالثة. زي ما حضراتكم عارفين طبعا النادي الأهلي لسه عنده مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا. مودرن بالعلامة الكاملة 3 مباريات 9 نقاط، يليه سموحة بنفس عدد النقاط في المركز الثاني، زد الوافد الجديد على الدوري المصري ب7 نقاط في المركز الثالث، بيراميدز في المركز الرابع بنفس عدد نقاط 7 نقاط، نادي الأهلي لمباراة مؤجلة مباراتين ب6 نقاط في المركز الخامس، نادي المصري السادس ب6 نقاط، الزمالك السابع ب5 نقاط، بلدية المحلة الثامن ب4 نقاط، طلائع الجيش التاسع بنفس عدد النقاط 4 نقاط. مركز العاشر الاتحاد السكندري ب4 نقاط، الاسماعيلي في المركز ال11 ب3 نقاط، الداخليه في المركز ال12 ب3 نقاط، والجونه في المركز ال13 بنقطتين، وكل من سيراميكا وانبي وفاركو والمقاولين العرب في المركز ال14 وال15 وال16 وال17 بنقطه واحده، ويتبقى النادي البنك الاهلي في المؤخره 3 جولات ب0 من النقاط. الحقيقه البنك الاهلي في يعني انطلاقه ضعيفه جدا جدا في الدوري المصري، 3 جولات بدون فوز ولا حتى تعادل.